Mesdames et messieurs, bonsoir. Moustacha Faisal Ben Alazi à l'antenne. On va parler des voisins, on va parler de Madame Tata Fouzia. Après avoir déclaré que Covid-19 allait partir le 22 février, la voilà aujourd'hui en direct avec vous. Madame Fouzia, bonsoir. Anna pour moi. Madame Fouzia, allô. Zélie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre cher peuple? شغل تلقي خطاب كيما زعما كيهضر بريزيدون من المباشر وكيتهضري معاهم باش تعتذري منهم قال سمحوا لي تخلط كيفاش تخلط بعد ما تتخلط هوني روحي هضري زعما الكورونا ما حطتش كومبلي كيفاش تهضري معاهم يا ايها الشعب يا الجمهور نعطيكم لو 22 تروح من الكورونا من قبل لو 22 وهي تنقص راهي انا بوغ موا راحت الكورونا زيدي على حسابكم يا الشعب قلبكم مليح ويا ايها الشعب زيدي يا ايها الشعب العظيم المحترم الكورونا تروح باذن الله تروح ان شاء الله سمع ما راحتش لو 22 ما راحتش راحت مقصد بوغ موا مقصد هذه بارتي معناتها كلمة أخيرة تقوليها للشعب الكلمة قلت لي تروح كورونا لو 20 لو 28 لو 29 تفكروا لانيفرسير تاع الشاب خالد شاب خالد وي علاش ما تقولش لانيفرسير تاع الشاب خالد زايد انتر لو 28 لو 29 سمع دوالي عنده في سنين يدير لانيفرسير وحده تسمع ما نعرفوش شحال وشوي زانيفرسير شاب خالد تسمع دوكا كورونا رحنا للشاب خالد احنا الشاب خالد شكون تفكرنا في فيفريي شحال ايها الشعب دوكا ايها الشعب لانيفرسير اتفكروا الكورونا تروح منا لا تنجم هاي تنحد شويه نقصد يا ايها الشعب اعتذر يا ايها الشعب الكلمه التي قلت راح الكلمه التي قلتها هي صحيح 100% لكن زيدوا صبروا انتر دو 28 لو 29 وعلى المباشر عاودي كلمه الشاب خالد الشاب خالد صبروا لاني تاعو تروح الكورونا او ميم طون بوغ الغاشي وان شاء الله نتلاقى في بلاص ودان ونعاودو على الكورونا انكور وكي والناس عم يعقلوك زادوا يعقلوك شويه مازالوا مغاشي كبير هذا مترو هذا طرامواي هذا ايها الشعب الحنون الجمهور العظيم اللي عنده قيمه عند الشعب سلموا عليكم وقولكم صحه رمضانكم من هذا المنبر باذن الله ان شاء الله فوزي قبل ما نروح لهيكا يعني احنا نقولوا من كورونا باذن الله وان شاء الله حتروح ان شاء الله والناس اللي مازالهم مرض زعما اللي مازالوا مرض ربي يشفيهم فوالا اتمنى نقصروا انا نضحكوا ماشي فريمون غراب ربي يشفيكم وحنا يا ربي ان شاء الله تبعد علينا الكورونا وطلع علينا سي بون كلمه الاخيره وباي باي صحه رمضانكم مازال رمضانكم غدوه نزيدو نتلاقاو بالك قلت لك فيا لا يا ويلي تسنى في رمضان ديروا لهم سكاتش هم يقولوا باي باي صحه رمضانكم اتقدم انا شخصيا بباكيين من القهوه تفضلي ماما الله يبارك نعطيهم لك من قلبي الله يبارك هاك وتشوفوا القهوه من عند مروان قهوه من عند مروان تفاحه نحترموه ونحبوه يا ايها الشعب يا ايها الجمهور القهوه تريح انظروا قهوه تريح جيده هيا انا روح دوكا ادي القهوه هذه صبري شوفي نديروا فيلخ ديري له ليدر كيها عنده ندير لك فيتخ تاع ليدر اللحيه هذا لا اللحيه لا اللحيه انا فيتخ نديرو صبري دوك ديري وريني لي زين افيك لي بوتي افيك لونات نانا موسكوتشو نانا موسكوتشو كيما قلت انت دوك نحوس لك فيتخ انت قولي لي اسكو عجبك ولا لا مع الصوري وبعد سمعي ما تحكيليش عليك ما تحكيليش واحد ما يحكي لك هيا روحي كوبي والله العظيم شنو كنا نديرو واش قلتي لها ستوري خلينا انا نديرو في ستوري انا نديرو في ستوري ستوري اون فوتو شي تاع يعني ديري في الاخر انا اللي عندي اللحيه هو قالنا دار الحيشه ارواحي ها هو قالنا دار الحيشه احكي لي على الجنازه هذه اروح وبعد قالوا لي قالهم استنى باش نتنفس
قالهم قال هو يطيب هادو لي بلاك تاع فوزيه حطوا الميت في الصالون هو يطيب جاب الماكله واش طيب حط هكذا لي طاب بدا يوجد للناس الناس يجوا باش ياكلوا يربدوا باش ياكلوا قالهم يا خوتي يا خواتاتي الميت نحومل من الوسط هاكو تجوزوا عليه هكذا قالوا له لا لا نستنى في ولادو غدم داك ندفنو قالوا له كيفاش قالهم هكذا الماكله تجوز عليه وش من شربة القطاطير وش من المتوم وش من اللي زوجة أخو عليها قاعدهم على الميت تسمى الميت ولا بلور الله يرحمه مسكين دفنوه بالسبوكات